بصراحة أنا مش عارف أبدأ منين. من نظرا للواقع الحالي، يعني بطلب من قائد الدورة والمسؤولين عن البرنامج إن الفترة المخصصة في يوم الأحد للفراغ دي تكون لتوضيح مفهوم سياسة النادي. لأن من خلال الحوار ومن خلال النقاش تأكد إن إحنا عندنا بعض اللبس، بعض التشويش، وقد يكون لم نسمع عن السياسة من قبل ولم نقرأ أي شيء عن السياسة، فده في حد ذاته خطأ، ونحن مسؤولون عن تدريب القيادات أو مسؤولين عن التدريب. سياسة 93 ويبقى علمنا عنها او درايتنا بيها بالشكل دوت، يعني في حته كده لازم نيجي على نفسنا، حتى لو ادى الامر، وانا بستسمعكم، حتى لو ادى الامر بعد الساعه 10 نقعد مع بعض شويه، لان احنا دلوقتي في احتياج ان احنا نعرف اللي هو الكلام. لما جينا عرضنا كده وشفنا التاريخ بتاع السياسه، ان احنا قلنا 1993 بدانا ننشر السياسه، بدانا نعرف الناس بالسياسه، وبعد كده انطلقنا للتقييم، وجينا في 2002 عملنا تقييم، انطلقنا للتنفيذ، وجينا في 2002 عملنا تقييم على المستوى العالي. هبدا من الاخر، السؤال الاخير اللي هو عن الراشدون والاسم والحاجات دي كلها. تمام، ليه احنا بنخش في حتت؟ ايه الفرق بين الراشد والقائد وبتاع؟ يعني خلاص سيبنا الدنيا كلها وجينا على الحته دي وتمسكنا بيها. الهدف من السياسه اسمها الراشدون في الحركه الشيخ. اول ندوه اتعملت في تونس، حضر فيها ناس ممثلين من المغرب وناس من تونس ناس من ليبيا وناس من الجزائر، قال لك لا، الراشدون دوت البلدين عندنا، فغيروا لنا الاسم. ده واقع. قال لك لفظ الراشد ده بيطلق على البالغ، فشوفوا لنا اسم في الكلام، ما ينفعش انا ابقى قائد التدريب ويتقال عليا بالغ. فاطلق عربيا ومن واقع المؤتمرات ان سياسه تنميه القيادات هي المسمى البديل لسياسه الراشدون في الحركه الكشفيه. انتهينا من الاسم عشان ما نناقش فيه وما نجادلش فيه. واضحه؟ في بعض الناس اثار نقطه تنميه الموارد البشريه. صح؟ احنا هنا في مؤسستنا او في منظمتنا، ما هي نوعيه الموارد البشريه الموجوده فيها؟ حد يقول لي منظمة الاكتشاف المغربي ما هي الموارد البشرية الموجودة فيه؟ قول أشبال فتية شباب الراشدون. طب أنا قلت الموارد البشرية يبقى عنيت بإيه؟ فتية شباب الراشدون، لكن المقصود بدي إيه؟ لا الراشدون اللي هم المتطوعون اللي هم الطالب. لكن لو قلت المفهوم العام تنمية الموارد البشرية يبقى كل البشر اللي موجود في المنظمة. هذا هو اللي كان شاب، كشاف، متقدم، جواب. يبقى انا كده خصته على سياسة أخرى اسمها سياسة تنمية المراحل أو سياسة الحلقات أو سياسة الأقسام أو سياسة البرامج. لكن المعني بالعمل قادر، عشان كده اسمها سياسة أو اتفق العرب وأقر ذلك سياسة تنمية القيادة. وأتمنى وألتمس أن يخصص وقت شكرا.